يسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا. وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا. مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. الفنان مصطفى قمر، اهلا بيك في ليله العمر. وطبعا احنا عارفين ومتاكدين ان ليالي عمرك اللي عمرك ما بتنساها كتيره ومتعدده، لكن احنا هنتوقف اولا عند الليله اللي تحول فيها اسم غاده من غاده لمدام مصطفى قمر. اهلا وسهلا بيكم طبعا في البرنامج الجميل ده، وسعيد ان انا لاول مره بتكلم بقى عن حياتي الشخصيه بشكل لذيذ يعني. ولو اتكلمنا يعني على موضوع غادة بالذات يعني، تقابلنا في الجامعة وكنت بمشي عكسها الأول. احنا عندنا في اسكندرية المربع أو الحرم بتاع الجامعة في أربع كليات جوه، يعني حقوق وتجارة وأداب وتربية. هي كانت أداب وأنا كنت تجارة، فهي عشان كانت تعدي على الكليه بتاعتها كانت بتخش من الباب بتاع كليه التجاره اقرب لها، تعدي من جوه وتوصل للاداب، فكنت بشوفها افضل ماشي وراها لغايه الكليه اوصلها وارجع. توصلها من وراها يعني؟ يعني ما كانتش بتحس؟ لا لا، كانت بتبدا يعني بدات تاخد بالها وكده. وكانت فرحانه؟ كانت مبسوطه؟ لا، كانت لابسه ماسك غريب على وشها، مش فاهم يعني، مش فاهم يعني. طب هي مبسوطه زعلانه؟ لغايه ما عرفت ان في شخص موجود في المجموعه بتاعتهم بقى بيقف معاهم وكده، صاحبي. فقابلته وبدا بقى يجيبني بقى يقف معاهم واتعرف عليها وكده. دي فايده الصداقه. بس كان صديق وفي الحمد لله. ازاي فكرت انك تخطب في الفتره دي من حياتك وانت وقتها كنت مفيش دخل ثابت، مفيش فلوس، وازاي اهل غاده وافقوا وانت كنت عريس مفلس تماما؟ حلو قوي. انا هقول لك حاجه، اول ما بدات افكر في ان انا ارتبط بقى بغاده بقى رسميا، احنا كنا مخططين ان الموضوع لسه قدامه شويه صغيرين كمان لما تبان لي اي هويه يعني انا لسه طالب وكل اللي بعمله احيانا يعني اساعد والدي واحيانا لا، يعني ما بكونش جدي حتى في موضوع ان انا اساعده حتى في الشغل بتاعه يعني. ففوجئت بماما وبابا، كنت انا في القاهره هنا كنت عند الفنان يحيى خليل بنتفق عشان الالبوم وبجهز وبسجل وكده، وانا كنت قايل لماما يعني عليها وعرفتهم بيها وكده قبل ما تروح يعني بلدهم يعني دمياط، تقعد هناك فترة الصيف. طبعا اقترحت فكرة على ماما وبابا ان هما ممكن يروحوا يزوروهم ويعزموهم على فرح اختي كان في الوقت ده يعني. راحوا لغاية دمياط فعلا وعزموهم وفاجئوني، ادوني تليفون من هناك وانا كنت في القاهرة. احنا في البيت، قلت لهم في بيت مين؟ قالوا في بيت غادة. قلت لهم مش معقول يعني ازاي؟ قلت لهم ايه خطبتوها ولا عملتوا ايه بالظبط؟ قالوا لي لا احنا عزمناهم وفي كلام كده ويعني لغايه ما يجوا يعني. بس فكان دي البدايه يعني.